هنا وكلام معقول. الإشارات تقول بأن الأمور جيدة بين شركاء إدارة الدولة، وهنا أكيد نقصد ما بين الإطار والسنة والكرد، رغم تعكر الأجواء داخل الإطار التنسيقي ووصولها نوعا ما لمرحلة الغيوم قبل الأمطار والعاصفة. هسه شلون إحنا بالصيف؟ لا ممكن، ممكن أكو أمطار وعواصف وكل شيء بالسياسة، لكن المراقبين يقولون الدليل على هذا الكلام هو غياب المالكي والخزعلي عن اجتماع منزل الخنجر ولقاء أبو سرى برئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد الاجتماع بيوم تقريبا. المهم وهنا الموضوع، بل يم الملفات اللي ممكن أن تنفذ أو تسوف، وأبرزها الجانب الأمني اللي يخص الإقليم والمناطق السنية، وخلنا نبديها من المناطق السنية. أبرزها إنهاء العسكرة، عسكرة المدن، إخراج الحشود منها، وهذه الملفات التي طالما نادى بها السياسيين السنة، وعلى وفق طبعا ورقة الاتفاق السياسي. بس لحد الآن مصير هذه النقطة تشوبها الغموض رغم التأكيدات اللي أشرنا لها في البداية، والسبب هو يتعلق أو تعلق هذا الملف ليس فقط بالمزاج السياسي بل برغبات وطموح جماعات السلاح والفصائل. فالمتابعين يقولون أيضا بأن صعب جدا أن تتخلى هذه الجماعات عن هذه المناطق، لأنها حولت واجبها الأمني إلى اقتصادي، وتحول بعضهم أو تحولت هذه الواجبات بعضها إلى ممالك اقتصادية بعد سنوات التحرير تدر عليهم ملايين الدولارات. ومقابل كل هذا دائما نسمع بأن الخطر الداعشي ما يزال يتربص بنا بعد سنوات إعلان النصر على هذا التنظيم الإرهابي. فهل سينفذ الإطار المادة 19 من الاتفاق السياسي لو يسوفها بحجة الخطر الداعشي؟